حضرتك هتقدم دعوة مخاصمة ضد عدالة المحكمة الموقرة، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ مش المحكمة بس والنيابة العامة كمان. طب ايه اسباب حضرتك او الخطأ المهني الجسيم الغدر؟ اسبابها مكتوبة في دعوة المخاصمة، ودي هتكون دعوة منظورة امام محكمة استئناف القاهرة. كده يمتنع القاضي اصدار الحكم حتى الفصل في دعوى المخاصمة. ما احنا كنا قدمنا طلب رد امام عدالة المحكمة، ايه اللي خلينا مثلا طلب الرد له اسباب ودعوى المخاصمة ليها اسباب اخرى. ما انا سحبت طلب الرد او تنازلت عنه. ايه نحصل حد تاني؟ كان بيقول لك بيكلمه واحد اسمه رائد على التليفون، رقم تليفون الدكتور رائد او الشاهد الرابع كان على تليفون احمد فرج. كانوا حافرين الحفره ليه؟ حفره كانت لتخزين ادويه مختلسه من معهد ناصر، والكلام ده قلته في المحكمه. مختلسه ايه راي حضرتك ان في اطراف صناعيه وفي اجهزه، ولما شاهدهم احمد فرج في عياده المماليك المجن عليه والمتهم الاول وشاهد الاثبات العاشر، كانت الحفره مفتوحه وفيها اجهزه. معالي المستشار، اكيد حضرتك تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي نقاب ايمان والكلام اللي اتقال، وانها اثناء الترحيلات كان معاها نقاب في الشنطه، وكان في برضو المستشار وليد خيري اللي احنا بنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله، كان طلع وصرح وقال ان كان في نقاب في مسرح الجريمه. تعليق حضرتك ايه على الجزئيه دي من واقع الاوراق ومن واقع التلاقي للقضيه؟ يمكن احنا طلبنا تفريغ كاميرات الواقعة حتى يستبان لنا كل تلك الروايات، هل في تغيير عملة، هل تواجد شخص يدعى كريم، هل تواجد نقاب. وعندي دلالة على الكرسي المتحرك يرتدي يعني زي جلباب اسود او نقاب اسود من 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 المنبت الشعر حتى، ورجليه اطول من زي الاسود. هل ده موجود؟ ما احنا عاوزين نعرف حقيقة الواقعة. ما ينفعش تقول لي ولا تقربوا الصلاة ونسكت نصمت، يبقى ده نهي عن أداء الصلاة. لما أقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى كده يفهم أنه يمتنع عليك أداء الصلاة في حالة السكر. طيب النهاردة أنا عاوز أشوف تقابل في الكاميرات المجنى عليه مع المتهم الثاني، مع المتهم الأول في عيادة المماليك. ما عنديش لقطة واحدة. هو ما فيش كاميرات في مسرح الجريمة؟ لا، في ده، في 3 كاميرات، وتواصلنا مع الكشك اللي في عيادة المماليك، قال لك المباحث خدتها. طب النهاردة المباحث مادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية بتقول لي اللي هي الأحراز اللي بيختص ما يضبط مع المتهم أو على مسرح الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. المفروض أجهزة الدي في آر تنزع ويتم تسليمها للنيابة العامة بأحراز، والنيابة العامة تستخلص محتواها ويصدر قرار من النيابة العامة بتسليم تلك الأجهزة لمالكيها. الكلام ده ما تمش. طب انا عاوز ارجع للدليل الفني في الدعوه. مفيش. مباحث خدته، مباحث طاعت، هي ادي المجن عليه، ادي المجن عليه، ادي المجن عليه، ادي المجن عليه في ثواني معدوده في مناطق معدوده. شكرا. طيب انا عايز اسال بقى حضرتك سؤال تاني. اكيد حضرتك سمعت عن الساعتين اللي مش متواجدين في معهد ناصر. انا جاوبتك عليهم اني تواجد المجن عليه والمتهم الاول وشاهد الإثبات العاشر في نطاق عيادة المماليك. طيب اللي يأكد الكلام ده يا معالي المستشار؟ اللي يأكد الكلام ده اللي هو تحريات المباحث والدليل الفني بتاع التقنيات الحديثة ونطاقها الجغرافي وأقوال أحمد فرج اللي قالها في الجلسة. طب مش النطاق الجغرافي ده المفروض يعني مثلا لو افترضنا لبرج المراقبة هنا؟ لا، ده هو حدده على وجه الجزم واليقين. حدد النطاق الجغرافي فين؟ ما هو النطاق الجغرافي ده ممكن يا فندم يكون مثلا على بعد كيلو 2 كيلو. لا يعني لو انا مثلا لو افترضنا ان انا ساكن مثلا قريب من المنطقه دي. هو حدده على وجه الجزم واليقين، قال لك في العياده 11 شارع المماليك قسم الساحل. طب الكلام ده لما راح قسم الساحل والتحريات اتعملت، دي التحريات اللي كانت اتعملت في الشرقيه؟ اتعملت في الشرقيه وايدتها تحريات الساحل. يعني تحريات الساحل قالت اكدتها ان تواجد المتغيب المجني عليه رحمه الله عليه مع شخصين، المتهم الاول وشاهد الاثبات العاشر. طيب الوقت اللي بين معهد ناصر والمكان كان متواجد في عيادة المماليك من ساعة ما خرج 5:35 لغاية ظهوره تاني 7:30. طب في هنا في سؤال، لو افترضنا ان هم كان في نيتهم استدراجه بالظبط صح كده 5:30، طب ما خلصوش ليه 5:30؟ استنوا ليه لما خرجوا؟ ما عنديش. وكمان المتهم الاول قال حاجة في الجلسة الاولى، ازاي اقتله وهو صاحبي واحمد فرج يعرف الدكتور اسامه؟ يبقى فين استدراج؟
بس لا هو معلش هم ايمان مش كلمته على اساس اللي هي مارينا غطاس. حلو، انا ما هتماشى مع حضرتك. اه النهارده لما انا حقق بالنيابه العامه مع شهاده الاثبات الرابع وده اللي انا شرحته للمحكمه وقلت حسن النيه، فانا بسميها حسنيه وليست حسن النيه. تعالوا نشوف اخت حسنيه قالت ايه في الاوراق. قالت ان انا ارسلت الدكتور اسامه، جاني اتصال تليفوني من من تدعى مارينا غطاس اللي هي ايمان، والدتها كانت عامله عمليه اه عندي من سنه فائته. اه قلت لها انا مش فاضي كلميني تاني، اتصلت بيه واحده صباحا يوم 4/6 صحيح. ثم اعطى التليفون للدكتور اسامه وقال الدكتور اسامه رحمه الله عليه وقال له اطلع انت الكشف الطبي. بس ثم الكلام معلش يا فندم في الاوراق، لا هو كده في الاوراق قال لها انا هشوف لا. حد يطلع من الزمن. ايوه ما حددش في التوقيت ده الدكتور اسامه قبل ما يكلمه الساعه 1 بالليل. ما هي لما كلمته 1 بالليل آه. كان متواجد مع الدكتور اسامه فقال لها خد الدكتور آه. اسامه، فخد منها الهاتف وخدوا ارقام بعض وقال لها بكره، ده حسب الروايه المقاله في الاوراق. ثم عرفت ان الدكتور اسامه متغيب من ساعه ما راح الكشف المنزلي. عملت ايه؟ التزمت الصمت، ما دورتش على اسامه لا، وانت عارف ان انت اللي بعته الكشف المنزلي ومتغيب من امتى؟ طب يوم ايه تقريبا قال الكلام ده؟ معلش الكلام ده يا فندم كان يوم 8. الامر الاخر في رئيسة معهد التمريض اللي ضلعت مع الاستاذ هشام ابراهيم قالت ان احمد شحته المتهم الاول والدكتور رائد كانوا بيدوروا على اسامه. نعم الكلام ده. طب في اقوال عن النيابه العامه قال لك وعرفت ان اسامه متغيب من ساعة ما راح الكشف المنزلي اللي انا بعته. عملت ايه؟ حضرتك لو معاك زميل في مكتبك بعته جل يحضر جلسة هسأل عليه، واهله قالوا لك والله مش لاقينه او المكتب قال لك الاستاذ فلان تليفونه مقفول، فانت تقول له من ساعة ما راح الجلسة اللي انا بعتها له وهو متغيب وما تقولهمش هو راح جلسة فين او في محكمة ايه او مع الموكل مين، وانت راجل سيء النية. وعرفت من الصفحة الرسمية لمعهد ناصر يوم 14/6 أسامة اتقتل، تعمل ايه؟ اشيل سجل المكالمات يتم حذف. هما بيتكلموا في الجزئية دي اللي الايفون بيحذف كل 10 ايام. لا 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 الايفون ما بيحذفش ولا كل شهر ولا كل 10 ايام. النيابة العامة لما سألته وما رقم المتلقي منها اتصال من تدعى مارينا غطاس؟ قال لك انا مش فاكر وما سجلتوش. طيب اتنين ملحوظة بتصفح هاتف الشاهد تبين لنا بدء سجل المكالمات من يوم 14 حتى يوم 26 وصوله بالتخفيض. هل كانت لا تستطيع النيابة العامة أن تستعلم عن المكالمات الصادرة والواردة من يوم 3/6 حتى يوم 14 ونشوف الشاهد ده هل كان متواصل؟ هنجيب رقم مارينا غطاس ونشوف مارينا غطاس الحقيقية ولا لأ، ونشوف متواصل مع المتهمين ولا لا. ما هي المفروض اللي هي منتحله شخص، لان احمد فرج كان بيقول لك بيكلمه واحد اسمه رائد على التليفون. يعني احمد فرج قال لحضرتك الكلام ده؟ اه يا فندم. وحضرتك قلت الكلام ده امام عدالة المحكمه المقرره؟ طبعا يا فندم، شرحت شاهد الاثبات العاشر والرابع قلت دول هم متهمين في الدعوه. طب سؤال معلش يا فندم، رقم تليفون الدكتور رائد او الشاهد الرابع كان على تليفون احمد فرج؟ لا. طب منين كان بيكلمه؟ مش هيبقى لا، اللي بيكلموه شاهد الاثبات العاشر والمتهم الاول على تواصل معه، مع احمد فرج، مع المتهم الاول والشاهد الاثبات العاشر. يعني يمكن المشهد اللي قدامنا النهارده ان احمد فرج كان متواجد هو واحمد شحته من واقع الاوراق وجابوا شاهد الاثبات العاشر. كانوا حافرين الحفره ليه؟ حفره كانت لتخزين ادويه مختلسه من معهد ناصر، والكلام ده قلته في المحكمه. مختلسه؟ مختلسه، لان حضرتك لو انت فاتح عياده طبيه لما يكون الازازه دي مكتوبه عينه طبيه مجانيه غير قابله للتداول او تخص مستشفى كذا، ينفع تعرضها هنا على في المكتب ده؟ لا. طيب ايه راي حضرتك ان في اطراف صناعيه وفي اجهزه، ولما شاهدهم احمد فرج في عياده المماليك المجنى عليه والمتهم الاول وشاهد الاثبات العاشر كانت الحفره مفتوحه وفيها اجهزه، هل تم بيع الاجهزه كصفقه؟ وارد. راحت فين طيب؟
هتبقى بيمحروها ويحطوا لها مادة فايبر ويعملوا لها غرف خشبية. ده كان مخزن، وده اللي قالته الشهادة اللي جت شهدت في القضية مع المتهم الأول يوم 18. طب أنا هقف مع حضرتك هنا عند الشهود عموما. يمكن احنا كنا متواجدين في الجلسة، بعد انتهاء الجلسة نزلنا قدام المحكمة، لقيت الاثنين شهود اللي كانوا متواجدين منهارين في البكاء. تفسير حضرتك لموقف زي ده ايه؟ يمكن الشهدة اللي اسمها شيماء كانت منهارة جدا وتواصلت معايا، مفيش اي حل، مفيش انا مش طب انا دي المحكمة ما سمعتش شهادتي ليه؟ طب انا عاوز ادلي بشهادتي، طب كذا، طب حرام كده يروح افقيس. انا احمد فرج بقول لك كان في عادة المركز نوران وتعلق له محاليل. طب النقطة دي تعديني يمكن بسألها لحضرتك، لان المفروض اللي انا جاي اشهد، فحتة العواطف او حتة اللي انا اكون انا انت حضرتك لما اكون شغال معك او معاشرك فبتعز علي، فده ممكن يكون ده السبب. طب مش دي ممكن تكون متأثر على شهادتها اصلا، وتكون الشهادة رايحة تقولها مثلا بدافع مثلا أنا ده. انا عشان كده اسلام بيه لما تسألت مع الشهادة بتاعت مركز نوران، انا اعلم جيدا ان الشاهد قد يصدق وقد يكذب، فقلت لها في كاميرات، قلت لي قلت الحمد لله، ده دليل ما ينفعش يقيمه بالكذب. ما ينفعش احط عليه ان هو يكذب. فين الكاميرات؟ قالت لي خدتها المباحث. مباحث ايه؟ المباحث تنتقل من قسم الساحل تروح تجيب كاميرات في مركز نوران. المباحث ايه دي؟ هو ينفع يقول لي في محضر 14/6 تم القبض على المتهمين؟ في لمح البصر انت جايبهم منين؟ ما قلتليش انت جبتهم ازاي وربطت عليهم ازاي؟ تقبض عليهم من سوهاج والمنيا والقلوبيه؟ ده محضر مجهر. النيابة العامة قلت لك أن أمر الضبط والأحضار طبقا للمادة 126 و 127 من قانون الجرائم الجنائية يسري على جميع أنحاء الجمهورية بخلاف أمر القبض. في أمر بالضبط والإحضار أنك تتحفظ على المتهم أو من تحوم حوله الاتهام وتجيبهولي قدامي قدام سلطة التحقيق. أبط عليه فين؟ في دايرة مغيرة لمكان الواقع، يبقى تعرضه على النيابة العامة التي ضبط في دائرتها، تستمع إلى أقواله وتوجهه بالتهمة المنسوبة إليه وترسله، عشان ما نقولش فيه أخذت اعتراف باطلة، لا ده تعذب، لا ده مش عارف مين، ده صحيح القانون، طبقت صحيح القانون، لا يبقى كل إجراءاتك باطلة ومبني على باطل فهم. طب ما احنا توصلنا أساسا للمتهمين إزاي؟ مش عن طريق برضو التقنيات الحديثة؟ لا ده عن طريق التحريات. ما التحريات توصلت اللي دول كانوا متواجدين في المكان ده ازاي؟ التحريات يا فندم وردت يوم 12، التقنيات الحديثة اللي هو أجهزة الكاميرات يوم 14، والتتبع التليفونات مفيش تتبع تليفونات للمتهمين. يعني انا ما اقدرش ان انا احدد مكانهم عن طريق التليفونات؟ ما انا هقدر. لا مفيش عندي في الاوراق كده، ولا عرفت ان هم متهمين ازاي. التحريات المباحث وردت للنيابه العامه امرت بالضبط والاحضار. طب انت قبضت عليه في سوهاج تعمل ايه؟ صحيح القانون في الماده 132 اذا قبض عليه خارج دائره الاختصاص يرسل الى النيابه العامه التي قبض في دائرتها. انت حضرتك بتتكلم عن الاختصاص المكاني والولائي؟ طبعا، عشان ما يجيش واحد مدافع زي حضرتك كده يقول لك ايه اصل اتعذب، اصل مش عارف مين، اصل لا. خلينا نكون متفقين يا فندم، ممكن من النوادر اللي انا اشوف او اسمع اللي مثلا تم تعذيب متهم امام النيابه العامه لان هي جهه تحقيق. يعني سين جيم ما قولك في ما هو منسوب اليك؟ انا ما قلتش قدام النيابه العامه. انا قلت اتعذب تعذيبات بدنيه قبل عرضه على النيابه العامه واثناء عرضه على النيابه العامه بعيدا عن النيابه العامه. اثناء عرضه على النيابه؟ طب ازاي يا فندم؟ في الطرقه مثلا؟ لا يا فندم، في حمامات النيابه من قبل رجال المباحث. تمنع ليه ثلاث محامين من حضور التحقيقات؟ ليه؟ بالنظر واستنوا شويه لسه ما بداناش تحقيق. طب انا اسال سؤال لحضرتك تاني، المتهمه الثالثه في القضيه كان حضر معاها اثنين محامين، محاميه زميله ومحامي. طب اشمعنى ايمان مثلا حضر معاها وحضرتك بتقول ان دول ما مش عارف؟ يعني انا ما عنديش تفسير ده، والامر ده في غايه الغرابه واتخذ في حينه الاجراء القانوني. التحقيقات بدات
صباح يوم 15 في تمام الساعة 10 صباحا وانتهت يوم 16 كان يوم جمعة الساعة 11 صباحا. اللي انا اقصده لو في مثلا نية اللي احنا نمتنع هنمتنع في الاثنين. ليه المتهم الثاني كان منعزل في غرفة لوحده؟ وليه المتهمة المتهمة الثالثة والمتهم الاول كانوا في الطرقة مع بعضهم؟ طيب عايز اسأل بقى حضرتك سؤال بخصوص مسرح الجريمة. يمكن كنا برضو سمعنا تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي ان مسرح الجريمة عقد الايجار او الترخيص بتاعه باسم اخت ايمان. هل عند حضرتك اي معلومات بخصوص الموضوع ده؟ هو في كان معمل تحاليل كان عنوانه 11 شارع المماليك اسمه الايمان. وده كان خاص باخت المتهمة اسمها امل على ما اعتقد. والمعمل ده تم اغلاقه ما كملش. وده اللي اتدفن فيه الدكتور أسامة. ده اللي كان فيه أحمد شحتة واتدفن فيه الدكتور أسامة. العيادة دي يا فندم هي كذا غرفة، فكان فيها المعمل ده وفيها عيادة تخاطب وفي دكتور نفسية وفي عيادة عظام. بس في نقطة يمكن كنت عملت لقاء مع المستشار أحمد مرعي وكان طلع لي محضر غلق إداري عشان العيادة دي ما كانتش مرخصة. بالظبط. طيب منين ده بعد القضية؟ منين بقى ما كانتش مرخصة ومنين الترخيص كان باسم اختها؟ ترخيص معمل التحاليل فقط مش العيادة، لكن الترخيص للغلق الإداري للعيادة. العيادة كاملة. قصدي حضرتك اللي هي زي نظام عيادة العظام كاملة. تايم شير يعني. بالظبط. بالظبط. فهي ما هياش رخصة طبية. طيب خليني أوجه لحضرتك بس سؤال مهم. ايه سبب الظهور الاعلامي لوالد احمد فرج بعد الجلسه؟ هو الناس طلبته وعاوزه تسمع منه لاني شافته بينهار في اثناء نطق بالقرار. وفعلا انا كنت متواجد في الجلسه وفعلا اتاثرت جدا بيه يعني. ويمكن انا عايز اوضح نقطه في الجزئيه دي تحديدا. يا جماعه اللي قدامكم ده لازم نميز بين اللي فيه متهم وفي اب، نحط تحت دي مليون خط. حضرتك كنت صرحت القرار اللي صدر من عدالة المحكمة الموقرة ان احالة اوراق المتهمين او المتهم تحديدا. هو كان نص كالتالي في الفيديو ظاهر وكان في ضوضاء في القاعة. صحيح. وعقب النطق يمكن السيد القاضي الموقر طرق على منصة القضاء. صحيح. بالسكوت والصمت. ولكن كان منطوق القرار قرارة المحكمة عملا بنص المادة 381 فقرة 2 وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية بشأن إبداء الرأي الشرعي نحو إعدام المتهم، وحددت جلسة النطق بالحكم الطعن بالحكم ثم عدل وقال النطق بالحكم 6/11/2023 مع استمرار حبس المتهمين. لكن احنا تأكدنا ان ارسال اوراق القضية لفضيلة المفتي بشأن اعدام المتهمين. التلاتة. ما اعرفش التلاتة اتنين واحد. يعني احنا نعرف يوم ست. نعرف يوم ست. طيب ايه الاجراءات اللي حضرتك بقى تاخدها ان شاء الله بعد يوم 6/11؟ في انتظار مذكرة اسباب الحكم وتسبيباتها، لان احنا عندنا 31 دفع قانوني ملزمين للمحكمة بالرد عليهم، وعندنا 6 طلبات جوهريين في انتظار التعليق على أسباب الحكم ومراقبة صحيح إعمال القانون على تلك الحكم. طيب مع المستشار يمكن سمعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي حضرتك هتقدم دعوة مخاصمة ضد عدالة المحكمة الموقرة، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ مش المحكمة بس والنيابة العامة كمان. طب ايه أسباب حضرتك أو الخطأ المهني الجسيم الغدر؟ أسبابها مكتوبة في دعوة المخاصمة، ودي هتكون دعوة منظورة أمام محكمة استئناف القاهرة، وكده يمتنع القاضي إصدار الحكم حتى الفصل في دعوى المخاصمة. طب هرجع وأسأل حضرتك سؤال بطريقة تانية. ما احنا كنا قدمنا طلب رد أمام عدالة المحكمة، إيه اللي خلينا مثلا طلب الرد له أسبابه والدعوى المخاصمة لها أسباب أخرى. ما أنا سحبت طلب الرد أو تنازلت عنه. أنا تنازلت عنه لأن أنا أعلم جيدا كان هيفصل فيه في نفس اليوم. كان هيفصل فيه في نفس اليوم. وبالفعل المحكمة لم تقاطع الدفاع، اترفعت على مدار ساعتين كاملين وب 31 دفع قانوني، وقدمت 9 حوافظ مستندات تحوي على 16 مستند في الدعوة، وتمسكت بتحقيق كل مستند على حدة. يعني انا ما ينفعش ادفع مثلا ببطلان الاعتراف لوقوعه تحت وطأة اكراه بدلالة الدليل
الذي أقدمه العدالة في المحكمة دون التمسك بتحقيق تلك الدليل. لكي يطرح الدفع بوجهه القانون الصحيح انت بتدفعه وبتدلل عليه بشيء معين وتتمسك بتحقيق تلك الدليل. انا بخاطب الرأي العام، رسالتي للرأي العام، هل تبينتم الى هذه اللحظة حقيقة الواقعة؟ لا، انا ببحث عن حقيقة مجردة بغض النظر عن عواقبها، لاني انا مؤمن ايمان تام ان انا اديت اللي عليا كأمانة حق دفاع، وقلت للمحكمة في بداية مرافعتي علينا أمانتين، أمانة الدفاع وأمانة الحكم، وصولا إلى الحقيقة، وإن العقبة الكبوت التي تجابه الباحث عن الحقيقة هو الرأي العام، لأنه حشد في اتجاه معين متأثرا بعواطف وانفعالات ومشاعر لا تقبل أي قول آخر. طب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال تاني، يعني مش ملاحظ اللي دايما قضايا الرأي العام بالذات بنلاقي بعض الأطراف من خارج مصر بتعرض مبالغ مالية، بتعرض دعم، مش ده مش غريب في قضايا الرأي العام يا فندم؟ ده طبعا غريب، بس في ناس بتبقى من باب المساعدة وتخفيف، وفي ناس بيبقى ليها خفايا أخرى وأغراض أخرى، زي ما الأستاذ فتحي الجهري عرض علي الرسائل اللي كانت موصلة له على التليفون وقال لي بالصدفة لقيت الشخصية دي كانت في قضية نيرة ومحمد عادل، قلت له دي خلايا إلكترونية بتشتت الرأي العام وتزعزع الرأي العام وثقته في مؤسسات الدولة، ودي بيكون خلايا إلكترونية مهمتها والإنفاق عليها لزعزعت وضرب مؤسسات الدولة. صحيح، أنا بتفق مع حضرتك في الرأي بالزبط. طبعا في حاجة زي كده، لكن في تعرض عليك حاجة زي ده مع المستشار؟ لا للأسف الشديد، ولا من داخل مصر ولا من خارج ولا مصر ولا من داخل مصر ولا خارج مصر، ولو أتقاضى أتعابي من والد أحمد فرج وأي شخصية تانية كانت هتديها لي كنت هبلغ النيابة العامة فورا وحشك في الأمر. طبعا انا بشكرك على اللقاء الشريف ده مع المستشار والمعلومات القانونية الجميلة. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ويمكن ان شاء الله هيكون في لقاءات مستمرة مع المستشار احمد عاشور اللي كان لقاء مثمر فعلا، وكان يعني انا شرفت اللي انا في مكتبه النهارده. الله يخليك، ربنا يخليك، وزي ما دايما بوعد حضرتك ومكملين في طريق الحق لحد النهاية، هننصر المظلوم ونقف ضد الظالم ايا كان من هو الظالم ده، ويمكن سواء انا او مع المستشار هدفنا في المقام الاول اللي احنا نبين الحقيقة للرأي العام. طبعا شكرا لكل متابعين القضية، وشكرا لجمهور الرأي العام المحترم الواعي اللي دايما على وعي ودراية بكل المؤامرات اللي بتحاك ضد مؤسسات الوطن. شكرا لكم.